كابتن محمود الخطيب رئيس النادي القيمه الكبيره اللي يعني زي ما بيقولوا قيمه واسطوره كبيره. كابتن محمود الخطيب مدي رساله يا جماعه، انا موجود مساند للنادي الاهلي، مش لازم اكون في الصفوف الاولى. كابتن خالد مرتجي اللي موجود وهو رئيس البعثه اتفضل، هو ده النادي الاهلي، هو ده كابتن محمود الخطيب بيدي رساله، مش عشان انا رئيس النادي فانا اقتصر الدور كله عندي، لا، وهي دي رساله وصلت. وكابتن محمود الخطيب احنا يعني الحقيقه بنتعلم وبنستفاد من حضرتك الكثير والله العظيم، يمكن حضرتك يعني رسائل صامته، محدش حضرتك ما بتتكلمش، ولكن احنا شايفين رسائل احنا بنتعلم منها. الف مبروك كابتن محمود الخطيب، الف مبروك مجلس اداره النادي الاهلي، الف مبروك الجهاز الفني، اللاعبين، حاجه جميله جدا. كنت انا الحقيقه يعني حريص ان انا استعرض مع حضراتكم ان النجاح ده مش وليد الصدفه، ده وليد تخطيط من كل الاتجاهات. النادي الاهلي كل يوم اجتماعات وازاي بيحضروا وازاي بيعملوا، وعشان النوايا الصادقه، النوايا الصادقه داخل النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين، والعدل العدل المطلق هو لله سبحانه وتعالى، ولكن السعي ان العدل يبقى موجود داخل الفريق وجوه النادي والنوايا الصادقه، ربنا سبحانه وتعالى بيساند وبيساعد وبيبارك، وهو ده النادي الاهلي الحقيقه. الواحد سعيد وفخور، وكل واحد اهلاوي بينتمي لهذه المؤسسه كمشجع، واحنا قبل ما نكون اعلاميين او قبل ما نكون لعيبه كنا في النادي الاهلي، فاحنا مشجعين لهذا الكيان، لان بنلاقي فيه كل ما احنا نريده او شايفين كل ما احنا يعني نتمنى بنلاقيه في النادي الاهلي. كنت حريص ان انا استعرض مع حضراتكم نقاط التخطيط الجيده.